بسم الله الرحمن الرحيم يا شباب، النهاردة هنشرح كيفية تحميل الصور المدفوعة مجانا من موقع شاطر السوق. الموقع أصلا مدفوع، لكن احنا هنقدر نحمل الصور بجودة عالية بطريقة مجانية. في طريقتين للتحميل مجانا، لكن أنا هشرح الطريقة الأسهل والأسرع للاختصار يعني عليكم. تمام، انت لو خشيت على الرابط اللي هو أسفل الفيديو شاطر السوق، لو دخلت على أي صورة من الصور عايز تحملها أو تبحث عن صورة، مثلا عن صورة عربيات كار، هيجي لك كده في البحث. انت لو عايز تحمل صورة من الصور مثلا وتاخد الصورة دي تضغط عليها. لو ضغطت كليك يمين وعملت سيف از ايمج سيفتها مثلا على الديسك توب، جينا نشوفها على الديسك توب هتلاقيها هنا محطوط عليها اللوجو بتاع شاتر ستوك، وكمان مبكسلة محطوط هنا شاتر ستوك. فانت عشان يعني خليها كده نشوف هنحملها بجودة عالية ازاي. أول حاجة لو ضغطت هنا عشان تحملها من الموقع هيقولك عايز التسجيل، لازم تسجل، وبعدين ايه لازم ياخد منك فلوس. فأنا هقولك على الطريقة الأسهل، اللي هي إنك تضغط هنا بعد ال www دوت تضغط على تضغط جي تو ماشي، بعد تضغط انتر هيحولك على الصفحة دي. هتضغط على أنا لست البرنامج ريبوت تاني، وبيجيب لك هنا بعض الإعلانات، سيبك منه، تضغط تاني، يحولك على الصفحة دي، تستنى 3 ثواني دول، وبعدين هتضغط على جيت لينك، برضو في رابط منبثق هنا، تظهر معك الصورة بالجودة العالية دي، تضغط كليك يمين، سيف ايميج ادز، وتسيفها على الديسكتوب. بعد ما تحملها هتلاقيها نزلت عندك كده، نزلت بجودة عالية وكمان مش فيها الشعر. تمام، لو بصيت على الصورة التانية هتلاقيها فيها الشعر، كمان صورة صغيرة ومبكسلة. فاحنا هنخش تاني عشان اقولكوا على الطريقة تاني. لو خشيت مثلا تاني على الموقع عشان نجرب، ودخلنا عشان نجرب نجيب صورة كمان. ونزلنا تحت كده كمان ندور على صورة مثلا، زي الصورة مثلا دي مثلا، تضغط عليها يفتح معاك الصفحة دي. لو ضغطت على داونلود هيقولك لازم تسجل في الموقع. فانت هتعمل تاني، هتضغط بعد ال www دوت هتحط هنا G2، تضغط انتر، حولك على الصفحة دي وفيها اختصار رابط على continue. انتظر هنا وبعد تضغط على جيت لينك. تظهر معاك الصورة بالجودة العالية كده، كليك يمين سيف ايميج از، سيفها مثلا على الديسكتوب. كده هتكون نزلت معاك بالجودة دي خلاص. وبكده نكون شرحنا ازاي تحمل اي صورة بجودة عالية من موقع شاطر ستوك بطريقة مجانية. لو عجبك الفيديو ضغط لايك واشترك في القناة ليصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.